بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة في الله، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين. جزاك الله خير. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبة في الله، منذ شهور أربعة ونحن لم نلتقي مع معالم التغيير. كان درسنا الأخير ليلة السادس من رجب 1432 من الهجرة المباركة، ثم كانت دروسنا حول رمضان وثورة الإيمان، ثم دخل شهر رمضان، ثم درس بعنوان ماذا قبل رمضان، وذكرنا فيه منهجا مبسطا لمريدي الاستقامة يشمل الجوانب العلمية والعملية التربوية وكذا الجانب الدعوي، وكان ذلك الأربعاء الماضي. أما الليلة فعود على بدء. قد بدأنا عقب الثورة دروسا تتحدث عن معالم التغيير أو ملامح التغيير كما رسمها القرآن الكريم، فالشعب أراد إسقاط النظام، والله عز وجل من وراء ذلك، والله عز وجل لا يكون في الكون شيء إلا بإرادته سبحانه. ولكن لا يصلح أبدا ولا يصح أن نقتصر على تغيير ثلة من الشعب وهي النظام الفاسد، وإنما لابد أن يشمل التغيير الشعب كله. ولذلك حاولنا أن نستقي ذلك من سور القرآن وآيات القرآن، فوجدنا سورة من السور القصار قليلة الألفاظ كثيرة المعاني عظيمة الخيرات والبركات. قال عنها الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لوسعتهم أو لكفتهم. لو لم ينزل على الناس إلا هذه السورة لوسعتهم، ألا وهي سورة العصر. تشمل هذه السورة معالم التغيير الذي يريده أي مجتمع كي يعيش سعادة الدنيا والآخرة، التغيير الذي يشمل كل مناحي الحياة ابتداء بتغيير وإصلاح القلب بتعريفه بالله عز وجل، وغرس العبادات القلبية فيه عبادة عبادة، ومتابعة نموها ورسوخها فيه، وهذا تحت قوله تعالى آمنوا. وسنتناول ذلك إن شاء الله بالتفصيل، نتكلم عن عبادات القلوب من الحب والخوف والرجاء والاستعانة والتوكل والصبر وغير ذلك بالتفصيل لنعيش سعادة الدنيا بإذن الله تعالى، ونذكر معالم هذه العبادات ونماذج سلفية لتحقيقها. ثم الاجتهاد في العمل الصالح مع غرس أسباب حبه في القلب وذكر وسائل تحصيل لذته عبادة عبادة أيضا، وجولة موسعة لإصلاح العبادات من صلاة وصيام وذكر وتلاوة وغير ذلك، وذلك من خلال معلم وعمل الصالحات. نتكلم عن العمل الصالح وكيف نغرس حب العمل الصالح في القلب حتى لا نحتاج إلى ما يطلبه الكثيرون بعد رمضان إثر الإصابة بالفتور، وذلك إنما السبب الأساسي فيه ضعف حب العمل الصالح والتعرف على ثماره. ثم الأعمال الصالحة أيضا ليست مظهرا فحسب، وإنما تحتاج أخي الحبيب إلى أن تتعرف على وسائل تحصيل لذة العبادة، فيأتي ذلك معنا إن شاء الله من خلال الحديث عن قوله تعالى وعملوا الصالحات.
ومع الشروع في إصلاح النفس وتهذيبها يكون السعي في إصلاح الغير من خلال الاجتهاد في الدعوة إلى الله عز وجل وحمل هم هذا الدين العظيم والشعور بالمسؤولية نحوه، وذلك من خلال وسائل تكوين الهم الدعوي. ثم ذكر صفات الداعية الناجح ووسائله لكسب القلوب والتأثير في الناس. كيف تنجح في دعوتك؟ كيف تستطيع أن تكسب قلوب الناس وتؤثر فيهم؟ وذلك من خلال إطلالة على سيرة أفضل وأعظم وأنجح داعية عرفه التاريخ، وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك كله تحت معلم وتواصوا بالحق. والحديث عن أركان العمل الدعوي: الداعية والدعوة والمدعو. الداعية والدعوة والمدعو، يتخلل ذلك دروس عن منهجنا السلفي ومعالمه وما يثار حوله من شبهات، ودروس عن دعوة الإسلام عموما وديننا الجميل الذي لا يعرفه كثير من الناس، ويسر الشريحة وسماحتها ورحمتها وملائمتها لكل عصر وزمان، وموضوعات أخرى تتعلق بالدعوة والداعية وطرق خدمة الدين. لعلنا نتكلم عن أكثر من 50 وسيلة لخدمة الدين إن شاء الله تعالى. كان هذا ملخص لما ذكرنا من خطة للتغيير. وكما تعلمون قد بدأنا بأي المحاور؟ احنا قلنا عندنا كم محور؟ 3 محاور: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. آمنوا، نتكلم عن الإيمان حينما يخالط القلب وغرس العبادات القلبية والأعمال القلبية في القلب. عملوا الصالحات، نتكلم عن فضل العمل الصالح ووسائل تذوق لذة العبادة. تواصوا بالحق، نتكلم عن الدعوة إلى الله عز وجل. بدأنا بأنهي واحد من دول؟ صعب يكون كل اللي حاضرين ما حضروش معايا من الأول. ها، خطة التغيير دي بدأنا بأنهي معلم منهم؟ ها، وتواصوا بالحق. نعم. طب ليه بدأنا بالأخير؟ بدأنا بالمحور الثالث اللي هو الدعوي لملائمته للمرحلة الحالية، وما زلنا معه وفي موضوعاته. أنا أحب أن يعني يكون عندكم تصور عما أتكلم عنه، يعني مش عايز الإخوة يقعدوا ما همش فاهمين أنا بتكلم في إيه. تاني نقول درس الأربعاء يتكلم عن ملامح التغيير كما رسمتها سورة الإيه؟ العصر. التوبة، ربنا يتوب علينا. ملامح التغيير كما رسمتها سورة الإيه؟ العصر. إيه ملامح التغيير ومعالم التغيير في سورة العصر؟ كم ملمح وكم معلم؟ 3. ها، والعصر: إن الإنسان، جنس الإنسان، لفي خسر إلا مين؟ الذين آمنوا. يبقى الحديث عن الإيمان، حاضر، وتواصوا بالصبر، حديث عن الإيمان ومخالطة الإيمان للقلب، تغذية القلب بالعبادات، أعمال القلوب، إزاي تعيش عبادة الحب، إزاي تعيش عبادة الخوف، وهكذا، وحديث مفصل عن أعمال القلوب. 2، وعملوا الصالحات، حديث عن فضل العمل الصالح وكيف نتذوق لذة العباد. 3، وتواصوا بالإيه؟ بالحق، ده الحديث عن الإيه؟ الدعوة إلى الله عز وجل. وقد بدأنا كما ذكرت لكم بالمحور الثالث، وتكلمنا في محاضرات سابقة عن فضل الدعوة وقدرها وأهميتها، وعن تفعيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتوقفنا عند دروس بعنوان كيف تكسب القلوب وتؤثر في الناس، 50 طريقة لكسب القلوب والتأثير في الناس. وده كان الدرس الأخير قبل رمضان، اللي هو كان 6 رجب، ليلة 6 من رجب، 50 وسيلة وطريقة للتأثير في الناس وكسب القلوب. نكمل الليلة ما شرعنا من ذكره. تكلمنا تقريبا عن عدة وسائل، يعني ما استطعنا أن نكمل الدرس في لقاء واحد، لأنه طبعا يحتاج إلى أكثر من لقاء. من وسائل كسب القلوب والتأثير في الناس، أنا لا أذكر ذكرنا كم وسيلة، في حد يذكر؟ كتب ورايا؟ مفيش. طيب جزاكم الله خير. هنقول نعم. لا يا راجل، ده أنت كده مخليك في التوبة بقى أنت. من الوسائل وسيلة بعنوان السهل الممتنع. لعلنا إن شاء الله نراجع التسجيل، وبتوع التسجيل برضو شكلهم بيأخروا، نزل
نراجع التسجيل إن شاء الله ونحصر ما ذكر وما لم يذكر. من الوسائل التي تعينك على كسب القلوب والتأثير في الناس حتى تكون داعية ناجحا، انتبه بقى معايا، سيب الناس اللي حواليك وبصلي هنا واكتب بقى وراي، تقعدوش بقى تتفرجوا، ماشي؟ السهل الممتنع. ما المراد بالسهل الممتنع؟ يعني ايه السهل الممتنع؟ يعني سهل وصعب في نفس الوقت، وهو ان شاء الله هتلاقيه سهل مش صعب. هذه القصة التي أبدأ بها هذه الوسيلة لعلكم تستنبطون منها ما أريده بالسهل الممتنع. قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه: كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة. يعني إيه يا إخواني؟ كنت أنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، يعني إيه؟ أنتوا طالعين من رمضان مريحين قوي كده ليه؟ ها؟ هو على حق؟ ها؟ لا 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 لا، هو كانت ديت فطرة سليمة، فكان يستقبح ما عليه الجاهليون. ايه الناس اللي بتعبد حجارة دي، ايه عضو اصنام ونحو ذلك، شايف ان ده ايه؟ شيء غلط. كنت انا في الجاهلية اظن ان الناس على ضلالة وانهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الاوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر اخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه، يعني تجرأوا عليه. قال: فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ أول ما وصل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت إيه؟ ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ فقال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. إيه اللي يلفت نظرك في سؤال عمرو بن عبسة، أو نقول في الإجابة؟ إيه اللي يلفت نظرك في الإجابة؟ بدأ بإيه؟ أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. أنت في تقديرك إيه اللي يقدم؟ كسر الأوثان اللي هي قضية الإيه؟ التوحيد والعقيدة. طيب لماذا بدأ بصلة الأرحام؟ يبقى يشير إلى معنى في غاية الأهمية الذي يسميه الناس حديثا، هو ليس بحديث، اللي هو الدين الإيه؟ المعاملة. هو مش حديث بس معنى إيه؟ معنى صحيح. لما تجد الأخ الخطيب أو المدرس أو الملتحي، المعاملة بتاعته للناس سيئة، أو المواعيد بتاعته للناس مضروبة، أخد بالك، أو بيأكل حقوق الناس، أو بيماطل الناس في الحقوق بتاعتهم، يبقى هو كده في حد ذاته نفر ولا دعا؟ خلاص خلصت. ولما تجد الآخر الذي ربما ليس له باع في العلم ولا التحصيل، لكنه حسن المعاملة للناس، طيب المعشر، حسن الخلق، هو في حد ذاته إيه؟ ها؟ دعوة متحركة. عشان كده عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث أنه الإيه؟ الصادق الأمين. نحتاج أن نعيش هذه المعاني المهمة. ليس الالتزام مظهرا فحسب، وده عنوان درس سيأتي معنا إن شاء الله. ليس الدين مظهرا فحسب، وإنما نجمع بين المظهر والمخبر. قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله. طب وبرضو في ملمح مهم جدا هنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كسر الأوثان دي توقفك إيه اللي يوقفك فيها؟ هتيجي معنا إن شاء الله في دروس السيرة يوم الثلاث، بس ده معنى مهم جدا يحاول أن يمحى في هذه الأيام. يحاول المنافقون والعلمانيون محو هذا المعنى في هذه الأيام. عايزين نقولك: يا عم اعبد ربنا لوحدك وفي حالك، ليه أنت بتقول أن الناس دي كفار، وليه بتقول أن دول على ضلالة، وليه بتقول أن الناس دي غلط؟ ما أنت خليك في حالك ونكش دعوة بغيرك. مش ده مش الثوابت دلوقتي بدأت تهتز؟ هل اليهود كفار؟ بسألكم. طب اللي يقول مش كفار يبقى كافر، إلا يعني لو تصور إن في عذر بالجهل، لو واحد لسه ما يعرفش أو داخل، يعني صعبة لأن انتشر إيه؟ علمه في الناس. طب أنا بقول اليهود، طب نحط معهم النصارى،
طب هم اتحمقوا ليه قوي كده لما اتقال ان النصارى كفار؟ طب ما هي اليهود والنصارى كفار، النصارى كفار، وكل من لم يكن مسلما فهو بنص كلام الله وبنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يريدنا ان نعتقد خلاف ذلك نحن على استعداد ان نجلس معه ونتحاور ونتناقش حتى نعتقد هذه العقيده ان كانت سليم. لو كنا نحن على ضلال وعلى خطا فليقنعنا هذا الانسان، بل ولتقنعنا المؤسسه الازهريه بكاملها حتى نرجع عن هذه العقيده. ومن منهم يستطيع ان يقول ان النصارى او اليهود ليسوا بكفار إلا من أشرب قلبه الهوى والعياذ بالله تعالى وحب الباطل ومجاملة المجرمين والمنافقين. إذن أول ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم كسر الأوثان، يعني مش هيسكت على الإيه؟ على الباطل وعلى الشرك. طب مش تقول إن ديت مرحلة استضعاف، ممكن نقول حتى عديها طيب وأسكت، ولما تتمكن تبقى تقول إن الأوثان دي باطلة وإن العبادة بتاعتها لا تجوز. لا، ده حتى في مرحلة الاستضعاف قال أنا هكسر الإيه؟ يبقى الموضوع في مفاصلة من البداية، مفيش مجاملة ولا محاباة في مسائل العقيدة. صلة الأرحام، كثر الأوثان، أن يوحد الله لا يشرك به شيء. خلينا في موضوعنا. قلت له، حد وصل للسهل الممتنع؟ شكلكم أصلا نسيتوا إيه السهل الممتنع. قلت له فمن معك على هذا؟ قال حر وعبد. قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به. فقلت إني متبعك. مين اللي بيتكلم؟ عمرو بن عبس. إني متبعك. الكلام إيه؟ عجبه، ما هو شايف إن الجاهلية على ضلال، فلقى الدعوة دي الدعوة تناسب الفطرة. قلت إني متبعك. قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. يعني تسلم ماشي، لكن عشان تظهر ده دلوقتي ممكن يبقى فيه ايه؟ ها، أذى ليك وفتنة ليك. قال فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. يبقى الكلام ده كان فين؟ في مكة. وكنت في أهلي، فجعلت أتخير الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا الناس إليه سراع. الناس إليه سراع، يعني يسارعون للإسلام وإعلان الإسلام. وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك، فقدمت المدينة فدخلت عليه. شوف بقى إن هو رحله في مكة، وده كان في فترة الاستضعاف، وراح المدينة وقعد كم سنة بعد ما راح المدينة، وبعد كده رحله لعل ذلك ربما يكون في عام الوفود الذي دخل الناس في الدين إيه أفواجا فيه. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله أتعرفني؟ بقاله كم سنة ما شافوش؟ ياما. أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. وصلت للسهل الممتنع ولا ما وصلتوش؟ إيه هو؟ بالضبط، تذكر المدعو وتذكر اسمه. السياسيون يعني يلقنون بعض الدروس، قبل ما نخلص، يلقنون بعض الدروس المهمة اللي هي بتبقى سبب للنجاح في الحملات الانتخابية وكده، منها أن يتذكر اسم الناخب. يتذكر اسم مين؟ يقولون تذكر اسم الناخب هو منتصف الطريق إلى الرئاسة. حتى دي بقى مننا الحزب النور كده وإخوة حزب النور. تذكر اسم الناخب هو منتصف الطريق إلى الرئاسة، بينما نسيانه هو منتصف الطريق إلى الإخفاق. إيه الإخفاق؟ الفشل. وكان نابليون الثالث إمبراطور فرنسا يفخر بمقدرته على تذكر اسم كل شخص كان يلتقي به رغم كل واجباته الملكية. فكيف كان يستطيع ذلك؟ طبعا ذكرنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم أول حاجة هو القدوة، ولكن لا مانع أن يتعلم الإنسان من غير المسلمين، يعني ما فيه الخير والمنفعة. كيف كان يستطيع نابليون أن يفعل ذلك؟ اسمع كده، كان إذا لم يسمع الاسم بوضوح يطلب من صاحبه إعادة لفظه بصوت مسموع. يعني بيتعرف على اسمك إيه؟ فقال اسم ما خدش باله، يقول له إيه؟ عيد تاني.
وإذا كان الاسم غريبا طلب من صاحبه كتابته أو تهجئته، يقول له طب اكتبه لي كده، طب اتهجاه، وكان يردد الاسم عدة مرات خلال حديثه ويحاول ربطه بملامح وتعابير ومظهر الرجل الخارجي. يودات قال له اسمك ايه؟ قال لي اسمي مثلا أسامة، ماشي كده. أسامة ده من أسماء ايه؟ الأسد، أخد بالك، هو ما شاء الله حاجة ضخمة كده. فهو ما اما قال له اسمي أسامة فربط بين أسامة وبين الايه وبين الضخامة بتاعته، فيفتكر ده بقى بايه؟ بالأسد. بس مشكلة بقى ان يفتكر اي اسم تاني من أسماء الأسد ويتوه بقى مش عارف اسمه ايه، يقول له غضنفر ولا حاجة، تبقى مشكلة كبيرة. لكن الشاهد ان هو بيحاول يربط بين الاسم وبين الايه؟ ملامح الشخص. وهو بيتكلم معاه في الحديث يقول له مش انت محمد بقى، انت قلت لي بقى اسمك محمد، مش محمد، مش عارف ايه، وكل شوية يكرر الايه؟ الاسم، يقوم ده يخلي الاسم ايه؟ يثبت في مخه وفي ذهنه وما ينساهوش بعد كده. يقول: وكان عندما يخلو، واذا كان الانسان على قدر من الاهمية، كان نابليون عندما يخلو بنفسه يدون اسم الرجل على ورقة ويركز تفكيره عليه لتثبيته في ذهنه، ثم يمزق الورقة. لو كان الشخصية مهمة يروح كاتب اسمه على ورقة، وبعد ما الشخص ده يمشي يفضل ايه؟ باصص للاسم كده، وبعد ما الاسم خلاص يثبت يروح مقطع الايه. ليه بيعمل كده؟ ها؟ ليه بيعمل كده؟ لان راجل ليه قضية، راجل عايز أتباع، راجل عايز ينشر مذهب، وده يعمل للباطل، فكيف بمن يعمل للحق؟ ودي بتأثر، خلي بالكوا، تأثير سلبي جدا في المدعو. لما أنت تقابل واحد وتتعرف عليه بعد كده يقابلك بعد فترة فيسلم عليك، تبقى أنت إزايك، عامل إيه، إيه أخبارك، وهو مستني اللي أنت تقول له إيه اسمه، وأنت إيه ناسي. دي تعمل إيه عن نفسية؟ ها، تؤثر كثيرا. ولذلك يذكر عن الشيخ حسن البنا رحمه الله أنه كان يتميز بهذه الخاصية، قوة الذاكرة. لم يكن يقابل أحدا مقابلة عارضة في شارع أو في أجزخانة أو في مدرسة فيتعرف على اسمه، وتمضي سنوات ثلاث أو أربع أو خمس بل أكثر، وإذا التقى الشيخ بذلك الرجل يذكر له اسمه ويتذكر إياه وموعد اللقاء والحديث الذي دار بينهم. يقول له مش انت اسمك فلان؟ مش اتقابلنا في الحتة الفلانية؟ مش احنا اتكلمنا في كذا؟ واضح الكلام؟ ليه؟ لأنه يعمل لقضية. فده معنى مهم جدا ليتنا ننتبه إليه ونطبقه في حياتنا الدعوية. ذكر الشيخ محمد حسين مرة في بعض دروسه الدعوية 25/11/73، ايه ده؟ انت هتقول ايه ده، تاريخ ميلاد ده ولا؟ لكن هذا هذه الارقام طبعا مش هو بالنص، هو قال رقم تاني بس انا نسيه. هذه الارقام، هذه الطريقه كانت وسيله للشيخ ليحفظ بها رقم هاتف بعض الاشخاص، يعني عملها كده زي الايه، زي تاريخ ميلاد وما نسيهاش خالص. واضح الكلام. وفي جلسة من أوائل الجلسات التي زرت الشيخ فيها، فكان يتعرف علينا إحنا وإحنا قاعدين كطلبة قدام الشيخ، أنت اسمك إيه؟ فيقول كذا، وأنت وأنت وأنت، فالشيخ عايز يحفظ الإيه؟ الأسماء. فكنت أنا من الناس اللي بينسى اسمي، كل ما إيه ما أروح له يقول لي أنت قلت لي اسمك إيه؟ فينسى. فدي الموضوع ده ضايقني جدا، فقلت له يا شيخ اسمي في حاجة وردت زيه في حديث، خدت بالك؟ هو مش نفسي طبعا. الحديث: أيما إيهاب دبغ فقد طهر. إيهاب همزة ه ألف ب، اللي هو الجلد قبل الدباغ. الاسم بتاعي بيزيد عنه ليه؟ إيهاب من الهبة يعني، واضح؟ لكن الإيه الحروف إيه؟ قريبة. فقلت له الحديث فعمره ما نسى الإيه، بل من تواضع الشيخ إنه كان بيتكلم عن فنون الدعوة وراح قايل في الدرس، ومن وسائل اللي انت تتعرف بيها على اسم المدعو اللي انت تربط اسمه بحديث. واضح الكلام. وراح قايل يعني في اخ اسمه كذا فقال لي حديث كذا كذا، واستفاد من الايه، من الموقف اللي حصل. فده يدلك على ان انت كراجل بتدعو الى الله سبحانه وتعالى وتريد ان تحبب الناس في الله وتاخذ بايديهم الى طريق الله سبحانه وتعالى، لابد ان توليهم قدرا من الاهتمام. ومن مظاهر هذا الاهتمام حفظ الايه، الأسماء، وهذا الذي نسميه السهل الممتنع. من الملاحظ في أرض الواقع أنه إذا تذكر رجل عظيم
أو وجيه أو مشهور أحد البسطاء المغمورين، فإن ذلك يجعل هذا المغمور يشعر بالفخر والاعتزاز، بل ويتباهى بذلك ويخبر أقرانه وزملائه. لما إنسان يكون داعية وقابل واحد عادي مغمور بسيط وتعرف عليه وحفظ اسمه، بعد شهر واثنين وثلاثة وسنة قابله قال له مش انت فلان، يوم فلان ده كل واحد يقابله من أصحابه يقول له تصدق الشيخ فلان مش ناسي اسمي، ده عرفني ده افتكرني، ويبقى طاير بالإيه، مع إنها حاجة لا تكلف شيئا لكنها تؤثر في جذب الناس لطريق الله عز وجل. إنه باب سهل يسير للولوج إلى قلوب الناس، ولكن كثيرا من الناس لا ينتبهون إليه ولا يتقنونه، مع أنه سهل غير ممتنع، مع أنه سهل ممتنع. من الوسائل أيضا وهي مرتبطة بما سبق، أدعوه بما يحب. أدعوه بما يحب يعني أن تناديه بأحب الأسماء إليه، وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينادي الناس بأحب أسمائهم، بل ويغير أسماءهم، كما في كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم غير عدة أسماء قبيحة. معايا معلم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أيوة غير، شد لي ودنه، عدة أسماء قبيحة إلى أسماء حسنة. من إيه؟ منها حد يقول بقى معنا كده زي إيه؟ عاصية سماها معلم، عاصية سماها إيه؟ برة أو جميلة، شوف الاسم نفسه عاصية أخذ بالك، فبقى اسمها جميلة أو برة أخذ بالك. حتى واحد من فترة بيقول لي فلان مش عارف اسمه كذا العاصي، قلت له ليه كده؟ قال لي هو كده العيلة كده كلها كده، قلت له كلها عصاة أخذ بالك. فشوف الاسم نفسه بيسيب أثر في الناس وأثر في النفسية بلا شك، يؤثر على الإنسان. وغير اسم أصرم من القطع بقى سماه زرعة، شوف العكس تماما، أصرم قطع وزرعة زرع ونماء. وغير اسم حرب، اسمك ايه؟ حرب. شوف الكلمة نفسها في حد ذاتها. الشيخ أبو إسحاق في أحد الدروس، ودي حاجات من الأرشيف بقى من الذاكرة، فكان بيتكلم أيضا عن تغيير الأسماء، فيقول مثلا بيضرب بقى مثلا، مش يبقى قاعد بقى الواحد بيتعرف يقول له اسمك ايه، يقول له غراب، واخ قاعد اسمه محمد غراب، فكانت بقى منطبقه على الايه على الاخ في ساعتها، وطبعا كانت اداه للتندر يعني. فشوف الاسم واثره على النفس. والعكس تماما، لما سال المسيب ابن حزن قال ما اسمك؟ قال حزن، اللي هو جد سيدنا سعيد، سعيد ابن المسيب ابن حزن. قال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل، عكس إيه برضه؟ حزن. فقال لا أغير اسما سمانيه أبي، قال والله ده الاسم ده إيه أبويا سماه مش هغير. قال سعيد فلا زالت الحزونة فينا بعد، اسم ما تغيرش الاسم. خلي بالكم كما قال ابن القيم، لكل إنسان من اسمه نصيب، أو كما قال الاسم يؤثر على الإنسان. هو اسمه حزن ففي إيه؟ حزونة وشدة وغلظة. يقول فما زالت الحزونة فينا بعد. وجاء في شرح السنة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير، تطير اللي هو ايه؟ تشاؤم. وكان يحب الاسم الحسن، وكان يحب الاسم الحسن. وكان صلى الله عليه وسلم يمازح عائشة فيقول لها يا عائش، وهذا نوع من الترخيم وفيه نوع من الحب لها. وكان يقول لأبي هريرة أبا هر، وهذا أيضا من الترخيم. ولذلك مما يضفي على الحياة الزوجية نوعا من الود أن يجعل الرجل لزوجه مثلا شيئا من هذا الترخيم، يعني يدلعها، يجيب لها اسم، ها اسم دلع، أي حاجة كده يبقى فيه نوع من الإيه، من الود. إن بعض الناس لا يدركون أهمية أن يكون لأبنائهم أسماء حسنة، وأن هذا حق من حقوقهم، بل إن بعضهم يسمي أبناءه بأسماء القاذورات ليعيش الأبناء، بينقي اسم مجعلص اسم قذر عشان كل ما يخلف الولد يموت، الولد يموت، فقال لك بس واحد من الصحراء ولا مش عاوزين قال له أنت لازم تسميه مثلا خيشة، تسميه خد بالك أي حاجة، خنفسة، أي أساس الولد إيه، ما حد يسأله اسمك إيه يقول له خنفسة، فما يبقاش عنده نفس يحسد، هيحسد إيه خد بالك، فيبقى كده يعني حاجه اكنه بايه، زي يقول لك الكف دي عشان اللي يبص لك اكنك بتدي له بالكف في وشه، المعتقدات الباطله طبعا بتاعه الناس، يعلق الكف كده
ليه؟ طيب يقول لك عشان اللي يبص عايز يحسد تروح الكف ايه لطشاه كده في وشه، بالك. فنفس الكلام اسماء القبيحه، يسمون الاولاد باسماء مجرمين وطغاه، او باسماء في المقابل باسماء رقيقه اقرب الى الميوعه منها الى الرجوله. يبقى الولد اسمه زي اسم النسواء فيعمل له اذى طول حياته، اخد بالك، لان اصلا حتى لما يتسال اسمك ايه وهو في الفصل مثلا، اخد بالك، فكل الاولاد اول ما يقول اسمه كل الاولاد ايه يبصوا له ويضحكوا. الله المستعان. كنا مره واقفين في التنسيق بتاع الجامعه، ف بيسال واحد اسمه كده، فقال له فيليب فيليبس. فتذكرت اسم شركه يعني ولا اسم منتج يعني صناعي ولا حاجه. فهي كده فعلا الاسم بيؤثر في الانسان. او يسميهم باسماء مستهجنه عند قومه ليس لها اصل في دين او عرف، او البعض يسمي باسماء اليهود والنصارى او الهندوس او غير ذلك. وكل هذه التسميات لها اثار سلبيه على صاحب الاسم وعلى علاقته بالاخرين. وكم من اناس يخجلون من اسمائهم، وكم من رجال يضطرون الى تغيير اسمائهم بعد ان يشتد عودهم ويدركون ما تسببه هذه الأسماء من ضيق نفسي وحرج شديد لهم ومن سخرية الآخرين واستهزائهم بهم. وإذا كان الأمر كذلك فإن الإنسان يفرح إذا ناديته باسم حسن، ويزداد فرحا إذا ناديته بأحب الأسماء إليه. ولذلك من حقوق الأخوة أن تناديه بإيه؟ بأحب الأسماء إليه. وللعلم أن هذا يختلف من شخص لآخر ومن مكان لآخر حسب العادات والتقاليد والأعراف. في بعض البلاد ممكن تكون الكنية أحب الأسماء، إنه يتقال له يا أبو فلان. وأحيانا يكون الاسم المجرد أحب الأسماء، وأحيانا تكون الصفة أو اللقب أحب الأسماء. كما أن قيمة بعض الأسماء والصفات ومعناها بين الناس يختلف من مجتمع لآخر. فأحيانا تعد كلمة شيخ مدحا وثناء وتقديرا، وأحيانا في مجتمعات أخرى تعد شتيمة أو مذمة، لأن لو قال له يا شيخ يقول له أنت شايفني عجوز يعني، مش معناها ليه المكانة والقدر أو لو لابس عمة، خد بالك كده يعني. وكذلك فإن منادات الرجال وخاصة كبار السن منهم بأسمائهم المجردة فيه نوع إهانة في بعض المجتمعات، وفي مجتمعات أخرى يعد ذلك ثناء عليه. يعني بعض المجتمعات في الخليج لما يجيب الشيبة يقول له يا ولد، اللي هو الراجل الكبير يفرح قوي، لان انت كده بتصغره. لكن هنا لو جيت واحد كبير تقول له يا ولد، انتش مش هتخلص بقى، اخد بالك. يبقى بيختلف ذلك من مكان لمكان حسب العادات والتقاليد. ولذلك ينبغي على الداعية الذي يريد ان يكسب قلوب الناس وان يصل الى قلوبهم ان يتعرف على عادات الناس واعرافهم، وأن ينتبه لذلك أثناء دعوته إلى الله عز وجل. ولا ربما يذهب الإنسان إلى مكان، وهذه رأيناها من المشايخ، كنا نذهب معهم أحيانا إلى الدروس وإحنا راكبين مع الشيخ في السيارة، والإخوة اللي واخدين الشيخ للمكان مثلا في السويس في حتة في مكان بعيد، فالشيخ يقعد يعمل حوارات، أنتوا ساكنين فين وبتعملوا إيه وبتقولوا إيه، ويقعد يتعرف على بعض العادات. وهو الشيخ وهو في الدرس تلاقي الشيخ بياخد كلام من الأخ قاله ويحطه فين في المحاضرة. الناس اللي قاعدة يقولوا إيه ده الشيخ ده واحد مننا، ده عارف كل حاجة عننا، وهو الشيخ ايه حقيقي، اخد بالك. ده طبعا من فطنة الايه الداعية ان ينتبه لهذه المعاني ويستعملها في دعوته الى الله عز وجل. من الوسائل ايضا خفة الظل. خفة الظل يعني ايه؟ خفة الظل يعني دم خفيف، يعني بلاش ال 111 اللي مش 111 اللي هي ايه الشيخ صبري قالها ما تاكلش مكشرات. عارفين المكشرات؟ ماشي كده. ليه؟ لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه القائل تبسمك في وجه اخيك ايه وما ايسرها، يعني شوف الابتسامه لا تكلفك شيء، بل العضلات التي يستعملها الانسان عند الغضب والتجهم اكثر من العضلات التي يستعملها عند الابتسام. يعني الاسهل ليك ان انت ايه تبتسم ما تكشرش. رغم أهمية الجد في حياة الإنسان إلا أنه يحتاج إلى فترات يرفه فيها عن نفسه، يجدد فيها نشاطه، يزيل بها الملل والسأم عن حياته. إن الإنسان جبل على حب الترفيه والترويح،
ومن هنا يحسن بمن يود كسب قلوب الناس أن يتعامل معهم بما يتناسب وفطرتهم، فيدخل الترويح والنكتة والابتسامة والطرفة في تعامله معهم، ولكن يضبط ذلك بضوابط الكتاب والسنة. وقد سبق معنا في درس كامل أو في درسين تكلمنا عن فضول الكلام وذكرنا فيه ضوابط المزاح، برضو مش عارف نزلوه ولا لغوه ولا ودوه فين. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه، يدخل السرور في قلوبهم ويدخل السرور في قلوبهم. فعن الحسن رضي الله عنه قال: أتت عجوز إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: لا يدخل الجنة عجوز. فبكت فقال: إنك لست بعجوز يومئذ. قال الله تعالى: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، رواه الترمذي مرسلا. وقال زيد بن أسلم: إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي يدعوك، يعني عايزك في طلب في عزومة كذا، إن زوجي يدعوك. فقال: ومن هو؟ أهو الذي بعينه بياض؟ أهو الذي بعينه بياض؟ قالت: والله ما بعينه بياض. وقال لها: زوجك اللي عينه فيها أبيض؟ قالت له: والله عينه ما فيها إيه، لأنها فهمت إنه إيه، إنه مرض يعني. طبعا الإنسان المحنك اللي هو بيمسك نفسه جدا أثناء المزحة، يعني يبقى هو بيمزح وفي شدة المزحة وهو يعني إيه رسمي قوي، لكن الغلابة اللي زي حالتنا تلاقيه عايز يحكمها ما إيه يضحك في النص كده فتروح منه. فقال: بلى، إن بعينه بياضا. فقالت: لا والله. ده إيه الموضوع بقى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وبعينه بياض، اللي هو البياض الإيه المحيط بالحدقة. وجاءت امرأة أخرى فقالت: يا رسول الله احملني على بعير. فقال: بل نحملك على ولد ناقة أو على ابن بعير. وطبعا أنت لما تسمع ابن البعير أو ولد الناقة إيه، طب ده لسه مولود ده أعوض عليه إزاي؟ فقالت: ما أصنع به، إنه لا يحملني. فقال صلى الله عليه وسلم: ما من بعير إلا وهو ابن بعير. وفي رواية: وهل تلد الإيه البعير إلا النوق، أو أو نحو ذلك، يعني ولد الناقة يعني. وقال أنس رضي الله عنه: كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. وده نوع من التلطف مع الطفل، لأن هذا العصفور قد مات، فكان يتلطف معه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أبا عمير ما فعل النغير. وحديث مسابقة عائشة معروف، تقول: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فقال: تعالي حتى أسابقك، فشددت درعي على بطني ثم خططنا خطا فقمنا عليه. فعارفين بقى شغل المسابقات، يعني يعمل خط الايه البداية، النهاية ازاي هم لسه بدأوا، خط البداية اللي حيقفوا عليه. فقمنا عليه واستبقنا فسبقني. وقال: هذه مكان ذي المجاز. وذلك أنه جاء يوما ونحن بذي المجاز وأنا جارية، قد بعثني أبي بشيء فقال: أعطينيه، فأبيت وسعيت فسعى في أثري فلم يدركني. وقالت عائشة أيضا: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما حملت اللحم سابقني فسبقني، وقال هذه بتلك. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة، فصنعت حريرة، نوع من أنواع الطعام، وجئت بها. الرسول فين؟ عليه الصلاة والسلام في بيت، في حجرة سودة، يعني لما يبقى إنسان عند زوجة ومتجوز واحدة تانية، هل التانية دي تجيب هدية أو أكل في ليلة الأولانية؟ طق ليه؟ عشان ما تثرش الإيه؟ الغيرة عندها. فعائشة رضي الله عنها معروفة بنت أبي بكر، كما روى مسلم رحمه الله أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولن له: إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. يعني مش عارفين يعملوا إيه مع عائشة، فراهم جمعين ورايحين لفاطمة
قالوا لها روحي وصلي رسالة لأبيك، قالوا له إن النساء زوجاته طالبين العدل في عائشة. ليه؟ لأنه كان يحبها، وكان الأنصار يتحينون يوم عائشة فيبعثون بهداياهم، لأنه عارفين الرسول بيحب عائشة أكثر، فأي واحد عايز يبعت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم فيبعتها في يوم مين؟ والتانيين. فراحوا بعتين فاطمة بالرسالة دي، فجاءت فاطمة كما تقول عائشة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة في اللحاف، في لحافه كما تقول رضي الله عنه. فقالت يا رسول الله إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. فقال لها يا بنية أتحبينني؟ فقالت نعم. قال فأحبي هذه. خدت الرسالة وراحت للنساء، فطبعا ما مش هينفع الكلام. راحوا بعتين مين؟ بعتوا زينب رضي الله عنها، وزينب كانت من أتقى النساء وأكثر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم برا وصلاحا، لكن فيها حدة. يعني إيه حدة؟ أيوة. ولكن عائشة يعني شوف من إنصاف عائشة، ولكن كانت تضبطها يعني، أو كلمة قريبة من هذه، مع الحدة كانت بتمسك برضو نفسها يعني ترجع فيما إيه فيما ربما يصدر منها. فجاءت وعائشة برضو في إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم في اللحاف، فقالت يا رسول الله إن نساءك يطلبنك ينشدنك العدل في بنت أبي قحافة. وقالت كلاما، تقول عائشة فنظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأذن لي أن أنتصر؟ يعني بتبص للنبي صلى الله عليه وسلم يعني تديني إشارة خضراء يعني أنا أتكلم. فتكلمت عائشة واشتدت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها بنت أبي قحافة. طبعا الرسالة برضو إيه الرسالة وصلت. عائشة رضي الله عنها في هذه المرة كان النبي صلى الله عليه وسلم عند سودة، فصنعت حريرة وجاءت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لسودة كلي، يعني جايب الأكل وبتقول لها كمان إيه كلي، فقلت لا أحبه. قالت هي ممكن نوع من الكيد برضو، قالت أنا ما بحبوش. فقلت والله لتأكلن أو لألطخن به وجهك، يا هتاكلي يا إيه على غوصلك وشك بيه. فقالت ما أنا بذائقته، منش إيه مش هدوقه. قالت عائشة فأخذت بيدي من الصحف شيئا فلطخت به وجهها، رحت واخدة من الأكل وإيه وملطخة وجه مين؟ سودة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيني وبينها، يعني هنا سودة مثلا وهنا إيه عائشة والرسول في النص. فخفض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه لتستقيد مني، يعني بعد ما عائشة عملت العملة دي الرسول منزل رجلي كده عشان سودة تمد يدها وتاخد إيه وتاخد حقها. فتناولت من الصحفة شيئا فمسحت به وجهي، راحت برضو سودة واخدة من الأكل وإيه أخذ بالك يعني الوجبة المرة دي كانت. قالت وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. وروى علقمة عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدلع لسانه للحسن بن علي عليه السلام، يعني كان يطلع لسانه بر، فيرى الصبي لسانه فيهش له، فقال له عيينة بن بدر الفزاري والله لا يكونن لي الابن قد تزوج وبقل وجهه وما قبلته قط. يقول له انت ايه اللي بتعمله ده يعني مع الحسن، انا عندي الولد يعني كبر والشعر نبت فين في وشه وعمري ما بوسته ما ايه ما قبلتهوش خالص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من لا يرحم لا ايه لا يرحم. وقال صلى الله عليه وسلم مرة لصهيب وبه رمد، رمد يعني ايه يعني عينه ايه مقفولة كده فيها رمد، وهو يأكل تمرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتأكل التمر وأنت رمد؟ يعني أنت عينك وجعك بتأكل تمر إزاي؟ فقال شوف بقى ذكاء الصحابي، قال إنما أكل بالشق الآخر يا رسول الله، يعني أنا بأكل بعيني الإيه بعيني السليمة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض الرواة حتى نظرت إلى نواجذه. وروي أن خوات ابن جبير الأنصاري كان جالسا إلى نسوة من بني كعب بطريق مكة. القصة دي الناس اللي حضر معنا من حوالي 5 سنين كنا عملنا سلسلة اسمها غريق في بحر الفتن، حد حضرها؟ 2 3 فذكرنا فيها هذه القصة.
كان خوات بن جبير الأنصاري كان جالسا مع بعض نسوة بطريق مكة، فطلع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يا أبا عبد الله، ما لك مع النسوة؟ يعني اللي معادك مع الإيه؟ مع الحريم. فقال: يا رسول الله، يفتلنا ضفيرا لجمل لي شرود. قال له: ده بيعملوا لي حبل عشان الإيه، الجمل بتاعي إيه بيجري مني، يعني يعملوا لي حبل، يفتلوا لي حبل بس عشان أربط بيه الجمل، ودي نوع من الإيه بقى، ها، الحيلة أو حسن التخلص يعني. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، ثم عاد فقال: يا أبا عبد الله، أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟ قال له: لسه الجمل بتاعك برضو بيجري يعني، بيبعد بيشرد. قال: فسكت واستحييت، وكنت بعد ذلك أتفرر منه كلما رأيته حياء منه. يعني قال لك كل مرة ألاقي النبي جاي من بعيد أعمل إيه؟ أهرب، أستخبى، حتى قدمت المدينة. وبعدما قدمت المدينة رآني في المسجد يوما أصلي، فجلس إلي. لقى بيصلي، قال هنقعد له بقى ونقول له شو أخبار الجمل إيه؟ فجلس إلي فطولت. يصلي وإيه؟ فقال: لا تطول فإني أنتظرك. قال له: أصر عشان أنا إيه؟ عشان مستني. فلما سلمت قال: يا أبا عبد الله، أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟ قال له: الجمل بتاعك يعني، أنت لسه ليك المغامرات بتاعتك ولا يعني أخبارك إيه؟ قال: فسكت واستحييت. فقام، وكنت بعد ذلك أتفرر منه حتى لحقني يوما وهو على حمار. بيهرب برضه، فراح الرسول ركب حمار وراح إيه؟ وقد جعل رجليه في شق واحد. تعرف تعملها أنت دي؟ تقع أنت. يعني ركب على الحمار، مش حاطط رجل هنا ورجل هنا، لا، حاطط الرجلين فين؟ في ناحية واحدة بجنبه كده يعني. فراح مسك صاحبنا خوات فقال: يا أبا عبد الله، أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟ فقلت: والذي بعثك بالحق ما شرد منذ أسلمت. فقال: الله أكبر، الله أكبر، اللهم اهدي أبا عبد الله. قال: فحسن إسلامه وهداه الله. شوف حسن الـ 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 يعني إيصال الـ الـ الخير للناس وعدم مواجهتهم بما يكرهون. هو وصله اللي هو عايزه بس بإيه؟ بأسلوب الجميل، لعل هذا يفتح قلب المدعو حتى يقبل منك الإيه؟ الدعوة، بغير أن تواجه الناس بما يكرهون. حديث رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ويروى أن نعيمان، وفي الحديث إرسال، الأنصاري كان رجلا مزاحا، وكان يشرب الخمر في المدينة، فيؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيضربه بنعله، ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالهم، اللي هو حد الخمر، يضرب الشارب بالجريد والنعال والثياب ونحو ذلك. إن احتاج أن يضرب بالسياط كما يحدد الإمام يفعل ذلك. فقال له، فلما كثر ذلك منه قال له رجل من الصحابة: لعنك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإنه يحب الله ورسوله، وكان لا يدخل المدينة رسل ولا طرفة إلا اشترى منها. يعني حد داخل بغنم، حد داخل بسلع يعني طريفة جميلة، يروح شاري منها نعيمان، إلا اشترى منها. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، هذا قد اشتريته لك وأهديته لك. وهو أصلا خد السلعة وما دفعش ثمن، يعني واخد السلعة ويروح يديها للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: ايه، انا جايب لك دي هدية. انا لما اقول لك جايب لك دي هدية يبقى كده انا ايه، اشتريت ودفعت، لكن هو يعني يشتري بغير ان يدفع، ويهدي ويهدي الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي صاحب الايه، السلعة، فيطلب منه الثمن، فيذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اعطيه ثمن متاعي. يقول له: ايه البتاعة دي، بتاعة الراجل، ادي له الايه، ادي له الثمن. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تهديه لنا؟ مش انت اعطيهاني هدية؟ فيقول: إنه لم يكن عندي ثمنه وأحببت أن تأكل منه. أنا والله قلت نفسي اللي أنت تأكل منه ومعيش إيه؟ معيش الفلوس. فيضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه. والحديث فيه إرسال كما ذكرت. ويروى أيضا عنه، وهذه فيها مقال، هذه الرواية، أنه مر يوما بمخرمة ابن نوفل الزهري وهو ضرير. وأنا يعني ربما يتساهل في مثل ذلك لأنه لا يؤخذ منه حكم ونحو ذلك. فقال مخرمة لنعيمان:
خدني حتى أبول، يعني مخرمة راجل ضرير وبيقول لنعيمان اللي هو معروف بالمزاح خد إيدي عشان إيه أبول، خدني حتى أبول. فأخذ نعيمان بيده حتى أتى به إلى المسجد فأجلسه في مؤخره، يعني راجل بيقول له وديني حتى أتبول فيها وهو أعمى، راح موديه فين؟ الجامع، ومقعده في الآخر عشان إيه أخذ بالك. فأجلسه في مؤخره فصاح به الناس إنك في المسجد، إيه يا عم أنت قاعد في الجامع؟ وطبعا الراجل مش شايف، ظن إنه وده فين، في جبل ولا في صحراء ولا حاجة، هو عمل فيه الفصل ده. فقال مخرمة من قادني، مين اللي عمل فيه الفصل ده؟ فقالوا له نعيمان. فقال لله علي نذر أن أضربه بعصايا هذه إن وجدته. طب والله ما سأشوفه بس والعصايا وأنا هنزل على دماغه. فبلغ ذلك نعيمان فجاء إليه، ده مصر يعني، عرف أنه هيتضرب فراح رايح له، وقال له يا أبا المنور، عشان هو ضرير يعني، هل لك في نعيمان؟ يقول له عايز حد يوديك لمين؟ اللي نعيمان، وهو إيه؟ هو نعيمان. فهل لك في نعيمان؟ فقال نعم. فقال ها هو ذا قائم يصلي، وراح واخد إيده ومشبطه بمين؟ فلسه صاحبنا هيرفع العصاية وإيه؟ هيضرب. فقال الناس، صاح الناس، هذا عثمان بن عفان. فسأل فعلاه الرجل بعصاه فصاح الناس أمير المؤمنين، يعني كان هيضرب واحد يعني مش إيه كمان، أمير المؤمنين، كان عثمان خليفة. فقال من قادني؟ فقالوا له نعيمان. فقال والله لا تعرضت له بسوء بعدها، يعني خلاص إيه تاب بقى، خلاص ده مش هينفع إن أنا أعمل له حاجة بعد كده. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمازح مولاة له فيقول لها أما يعني، فيقول لها خلقني خالق الكرام وخلقك خالق اللئام، فتغضب وتصيح وتبكي ويضحك عبد الله. حد فاهم؟ لأن خالق اللئام هو خالق الإيه؟ الكرام، لكن هو يمزح معها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجارية خلقني خالق الخير وخلقك خالق الشر، فبكت الجارية فقال عمر لا بأس عليك فإن الله خالق الخير والإيه والشر. ومن الذين اشتهروا بالمزاح في يعني دواوين الإسلام بعض أصحاب الكتب، يعني بعض من روي له في الكتب الستة، الإمام عامر ابن شراحيل الكوفي الملقب بالشعبي، سأله رجل عن المسح على اللحية، يقول له إزاي أمسح على لحيتي في الوضوء؟ لكن هذا الكلام عليه تحفظ، لأنه ربما يستعمله البعض في الاستهزاء وهذا يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. لكن أنا أنقل لكم ما روي عن الشعبي إن ثبت، يعني ربما يكون في ثبوته مقال. سأله رجل عن المسح على اللحية فقال له خللها، يعني خللها. فقال الرجل أتخوف ألا أبلها، يعني أنا خايف لما خللها بالمية ما تتبلش، طبعا شيء إيه مستحيل، يعني بقولك حط مية عليها مش هتبل إزاي. فقال إن تخوفت فانقعها من أول الليل، قال له خلاص طالما خايف المية ما توصلش انقعها من إيه من بالليل. وسأله رجل هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ فقال الشعبي نعم، يعني ينفع المحرم يهرش؟ هو بيسأل السؤال ده ليه؟ عشان خايف اللي هو المحرم ممنوع من إزالة الشعر، فخايف لما يهرش الشعر إيه؟ يقع. ده مش ممنوع الإنسان، المهم المشكلة في تعمد إزالة الشعر. فقال هل يجوز للمحرم أن يحك بدنه؟ فقال الشعبي نعم. فقال الرجل مقدار كم؟ انت جاوب لي بنت بقى، وبيقول له ينفع واحد يهرش؟ قال له اه. قال له ايه؟ فقال الشعبي حتى يبدو العظم. ما خلاص هو يعني مفيش اجابه الا كده، ما هو في حاجه اسمها اهرش قد ايه؟ قال له افضل اهرش لحد ما العظم ايه. وجاءه رجل فقال اني تزوجت امراه فوجدتها عرجاء فهل لي ان اردها؟ قال له يعني ضحكوا عليا ولقيت الولية ايه عرجة، اردها يعني ولا ايه؟ فقال ان كنت تريد ان تسابق بها فردها. قال له هتخش بيها سبق يبقى ايه؟ يبقى ردها. وجاء رجل الى الشيخ العثيمين رحمه الله وقال له تزوجت امرأة فوجدتها هتماء، يعني
ما فيش سال. فقال له خيرا حتى لا تعضك. وإذا تحدثنا عن المزاح وخفة الظل نقول يضبط ذلك بضوابط الكتاب والسنة ويحذر فيه من الكذب، لأن الذي يكذب ليضحك الناس توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالويل، ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا إيه، ولا يقول إلا صدق. ثم أيضا يعني يحذر من استعمال نصوص الكتاب والسنة في المزاح. بعض الناس ربما ينقل عن بعض الأعراب أنه يعني يؤلف بعض النكات على بعض الآيات أو الصور أو الأحاديث، فهذا من الكفر والعياذ بالله تعالى. وما ذكرناه عن بعض الأئمة فكما ذكرت لكم ما يخالف الكتاب والسنة لا ينقل، وماذا يعني لا ربما توسعنا قليلا فيما في سنده مقال من باب ذكر يعني ما كان يروى عن الأسلاف الصالحين. ولنعلم أيضا أن من كثر مزاحه استخف به وقلت هيبته، ولذلك يعني نمزح ولا نقول إلا صدقة ولا نكثر أيضا من المزاح. هذه أحبتي في الله يعني بعض الوسائل التي ربما تكون وسيلة لكسب القلوب والوصول إلى قلوب الناس والتأثير فيهم. يبقى معنا لقاء قادم إن شاء الله ننتهي فيه مما تبقى من هذه الوسائل. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم في خدمة دينه وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.